اهلا يا دكتور، بحب اتعرف بحضرتك. انا الدكتور سمير جرثامنة، استاذ امراض بطنه وغدد صماء بالقصر العيني. تشرفنا يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. كنا حابين نعرف من حضرتك رايك، هل عمليات جراحه السمنه التكميم وغيرها بتفيد في العلاج او الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني؟ هو زي ما سمعنا النهارده في المحاضره الافتتاحيه بتاعه المؤتمر انه وزن العيان حتة محورية في علاجه. احنا عارفين انه في العالم كله نسبة السمنة بتزيد، سواء السمنة في الكبار وكمان المشكلة السمنة في الصغيرين في الشباب اللي في المستقبل هتخلي الناس دي يجي لها سكر. وفي علاقة حميمة جدا بين كمية الاكل اللي بتخش وكمية الاكل اللي بتعطى في الكبد، وبالتبعية كمية الدهون اللي بتعطى للكبد والبنكرياس، وده بيعتبر نوع من العبء على وظيفة البنكرياس في افراز الانسولين وفي كل العيوب الايضية اللي بتحصل في السكر. انا بتكلم على السكر من النوع التاني. تمام. ودايما لما بنقول نعالج العيان ازاي، بنبتدي باللي بنسميها تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة بيبقى هدفه أساسا إن العيان يخس، مش مجرد إن يا دكتور أنا بعمل رجيم وبعمل رياضة، وهو كل اللي بيعمله 5 دقايق مشي حوالين البيت ويقول إنه بيعمل رجيم. فبنحتاج حقيقي إنه التغيير نمط الحياة بيكون هدفه نقص الوزن. المشكلة دي بتبقى مقبولة لما بنتكلم على حد عنده زيادة في الوزن بسيطة، لكن في جزء مهم من العيانين عندهم كمية كبيرة من زيادة الوزن، وكمية كبيرة من زيادة الوزن دي بنلاقي صعوبة قوي ان العيان ينزل. هنا بنتكلم على واحد انه ينزل 30-40 كيلو، يعني واحد ابتدى ب 140 كيلو 160 كيلو وزنه. فده عشان لما بيجيله سكر وعايزين نخليه يخف من السكر بنشيل الاعباء، بالذات في اول سنين السمنة الزيادة. يعني لو العيان ده فات عليه مثلا 30-40 سنة بيبقى تقريبا التأثير بتاع ده على الحياة بتاعت البنكرياس قليلة. لكن لو بنخش بدري في علاج هذا العيان وبنقلل العبء اللي على البنكرياس، كتير قوي من العيانين ممكن يخفوا تماما، ممكن يبطلوا كل العلاج بعد ما يكون العيان بياخد كميه كبيره من الادويه. لكن ما يجيش واحد عنده مثلا 5 كيلو زياده ويقول انا هعمل عمليه. لا. يعني لازم نعرف انه العمليات دي ما هياش هزار، فيها مشاكل، فيها مضاعفات، فيها صعوبات، فيها تكلفه، فما بتتعملش الا في العيانين اللي حقيقه عندهم زياده كبيره في الوزن، وبتبعيه لما الوزن ده يقل بيقل كتير جدا الاعباء على الكبد وعلى البنكرياس، وبالتبعية ممكن السكر يختلف. شكرا يا دكتور، شكرا على وقت حضرتك. العفو.